لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس المرصد العراقي للحرية الصحفية هادي جلو مرعي. أهلا بكم سيدي. سيد هادي، أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية، كيف تلقيتم خبر مقتل الصحفي سامر بهذه الطريقة في بغداد؟ نعم، مساء الخير. في الواقع كان ذلك نوعا من الصدمة الشديدة، لأننا تفاءلنا أخيرا بانخفاض كبير في عدد الصحفيين الذين يتعرضون إلى القتل في العراق، خاصة بعد مقتل ما يقرب من 500 صحفي خلال السنوات التي بدأت منذ عام 2003 وحتى السنة الماضية، وبالتالي عندما انخفض هذا العدد وأصبحنا نسجل حالات قتل قليلة جدا والحمد لله، باستثناء طبعا أن هنالك استمرار لعمليات الانتهاك والمنع من التغطية وربما الاحتجاز أو منع من التصوير، و كذلك بعض الإجراءات المشددة فيما يتعلق بالتعامل مع الصحفيين في تغطية التظاهرات والاحتجاجات على الخدمات، يكون ذلك مدعاة للقلق أن عمليات القتل تعود بهذه الطريقة، طريقة الاغتيال المباشر وعن طريق اختفاء صحفي ثم العثور على جثته وعليها أثار إطلاقات نارية في الصدر وفي الرأس. هذا يعني أن هنالك طريقة جديدة، أو ربما نخشى من عودة موجة الاغتيالات السابقة لأسباب ما لا نعلمها بالتحديد. ولذلك سيد هادي، يربط مراقبون بين عمل الفقيد سامر في قناة تلفزيونية أمريكية وتهديدات الميليشيات للقوات الأمريكية، ما مدى صحة ذلك؟ يعني عموما نحن لا نمتلك أدلة واضحة على أن هنالك جهات يعني مسلحة أو جهات لها أيديولوجية معينة قامت بقتل الزميل سامر، لا يوجد دليل على ذلك في الواقع، ولكن تعلمين جنابك أن الصحفيين بشكل عام في العراق يتعرضون إلى التهديد. هنالك اليوم معلومات عن خشية صحفيين يعملون في قنوات أخرى فضائية مختلفة في العراق من استهدافهم نتيجة عملهم في تغطية ملفات خاصة بالفساد و إجراءهم لتحقيقات استقصائية دون أن يتمكنوا من حماية أنفسهم في حال أنهم مسوا جناب أحد الفاسدين أو المفسدين أو من المتنفذين. وبالتالي معظم عمليات القتل في العراق، لا نمتلك المعلومات الكافية بالضرورة عن الجهات التي قامت بالقتل، لأن الحكومة العراقية والجهات الأمنية المسؤولة لم تبذل الجهد الكافي لتعقب الجنات وبالتالي معرفتهم وتحديد المسؤولية. تعلمين جيدا أننا لا نستطيع أن نعلن مباشرة من يقوم بعملية القتل لأسباب مرتبطة ليس فقط بالخوف من هذا الإعلان، ولكن أيضا بسبب عدم وضوح من قبل الحكومة العراقية والجهات المختصة التي لا تكشف أدلة ولا تظهر في الواقع أو في الغالب نوع الجنات ومن يدعمهم ومن يوجههم. لذلك أنا فيما يتعلق بعمل قناة الحرة، قبل فترة تم إقصاء مقدمي برامج نتيجة تغيير في هيكلية الإدارة، ولا أعتقد أن لذلك دخل فيما يتعلق بالعلاقة مثلا بين إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية والملف العراقي، إلا إذا كان هنالك أمر مرتبط بتطورات لاحقة قد تحدث. ولكن اليوم التحقيقات لم تشر صراحة إلى وجود دوافع سياسية في مقتل الزميل سامر، لكننا لا نستطيع أن نجزم ونطالب الجهات الأمنية بالتحقيق، نريد أن نكشف الحقيقة. بالحديث عن الجهات الأمنية، بالحديث عن الحكومة، وفي ظل ازدياد وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، ما مدى تحمل الحكومة مسؤولية تقديم الجنات للمحاكمة والعمل على حماية الصحفيين؟ نعم، سؤال جيد، ويمكن أن يصاغ بطريقة مختلفة أو بطريقة واحدة، ولكن بدل قول ما مدى مسؤولية الحكومة أن نقول ما مدى مسؤولية الحكومات، لأنه جنابك تعلمين أيضا أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اللحظة، وهي حكومات عديدة ربما بلغت الخمسة، خمس حكومات، علاوي والجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي، وهنالك حكومات لدورتين، لم يتم خلال عمل كل هذه الحكومات إبراز قضية الصحفيين لجهة الكشف عن الجرائم أو محاسبتهم أو معاقبتهم
أو التأكيد على حقيتهم في العمل والوصول إلى المعلومة ومحاسبة الذين يمنعونهم من التغطية، وليس فقط في قضايا القتل ولكن حتى في قضايا التغطية الصحفية، يمنعون من التغطية في الغالب، يعتقلون، يحتجزون، تكسر كاميراتهم، يمنعون من الوصول إلى أماكن الحدث. ولذلك الأمر ليس متعلقا فقط بعملية قتل واحدة أو عشرة، ولكن أيضا متعلق ب شكل الصحافة في العراق وشكل الانتهاكات في العراق. تناقل من هذا الواقع، كيف يبدو مستقبل الحريات الصحفية في العراق؟ أيضا لا يمكن الجزم بصراحة، نحن لا نعرف إلى أين تمضي الأمور في العراق الذي ما يزال يعني يتعرض إلى الضغط الخارجي، الضغط الأجنبي، التدخلات الخارجية، الدور الأمريكي الذي لا نعرفه أيضا في المستقبل كيف سيكون، شكل الحكومة العراقية المقبلة كيف ستعمل، ما هي القوانين، ما هي التشريعات، ما هو مدى الانضباط الأمني، مدى الانضباط السياسي، مدى استقرار المنظومة الأمنية والسياسية في الدولة العراقية، وبالتالي انعكاس ذلك إذا كان إيجابيا على واقع العمل الصحفي، وإذا كان سلبيا أيضا سيراكم في الواقع معاناة الصحفيين، لأن نتيجة الأخطاء الفادحة ونتيجة ما كان يعيشه العراق خلال السنوات الماضية انعكست سلبا على واقع العمل الصحفي. فإذا كان هنالك تطور إيجابي في العراق بالتالي سينعكس على مجمل المنظومة العراقية، ومن بينها جزء من هذه المنظومة هو العمل الصحفي والصحافة، وبالتالي نحن نأمل أن يكون هنالك شيء ما في الأفق يلوح يبشر بخير. ولكن أيضا هنالك نسبة من عدم التفاؤل للأسف الشديد، لأنه قراءتنا لمستقبل الدولة العراقية على المستوى المنظور أو القريب لا أعتقد أنها تعطي صورة إيجابية للعمل الصحفي في العراق. شكرا جزيلا لك رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.